بسم الله الرحمن الرحيم. مع بعض أعزائي طلاب وطالبات الدراسات العليا الشهادات المهنية الام بي في المحاسبة ام بي اي، دلوقتي احنا معانا الموضوع الأخير اللي هو بنستكمل فيه الإحصاءات اللامعلمية. زي ما انت عرفت قبل كده ان الإحصاءات اللامعلمية دي مجموعة اختبارات بيتم إجراءها عندما يكون المجتمعات المسحوب منها العينات غير موزعة توزيعا طبيعيا، أو غير معروف أي معلومات عن هذه المجتمعات. خلصنا في المحاضرة السابقة الإحصاءات اللامعلمية في حالة سحب عينة واحدة من المجتمع، وخلصنا سحب عينتين من مجتمعين مختلفين. العينة الواحدة كان عملنا اختبار اسمه كاي سكوير لجودة التوفيق، اما في العينتين كنا عملنا اختبار اسمه سميرنوف كولموجروف لعينتين متساويتين. مع بعض دلوقتي بنستكمل الجزء اللي باقي اللي هو حالة وجود او حالة سحب اكتر من عينتين. هنخش بقى في 3 عينات واربع عينات. هنشوف دلوقتي اهم حاجة نركز عليها ايه هي، ان الاختبار اللي هيتعمل النهاردة ده هو اختبار بديل لتحليل التباين في اتجاه واحد زي ما هنشوف دلوقتي. تعالوا مع بعض نشوف الفروق بينه وبين تحليل التباين في اتجاه واحد. لما بسحب اكتر من عينتين 3 او 4 عشان اعرف في اختلاف جوهري بين المتوسطات ولا لا، بيقابلني احد طريقين همشي فيهم، يا اما امشي في تحليل التباين في اتجاه واحد اللي هو اختبار فيه، يا اما امشي كروس كالويلز. امتى امشي ده وامتى امشي ده؟ الجدول اللي قدامك بيوضح لك اهم الفروق بين الاختبارين، وفي نفس الوقت يصلح سؤال في الامتحان، ايه الفرق بين اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد واختبار كروسكال واليس؟ الفرق بينهم هي فروق بسيطة قوي. الاتنين اولا مشتركين في حاجة، انهم بيقارنوا اكتر من متوسطين. اما الاختلاف بينهم ان تحليل التباين بيستخدم لما يكون المجتمعات المسحوب منها العينات موزعة توزيعا طبيعيا، في حين ان كروسكال واليز اللي هو اللامعلمي يستخدم في حالة ان المجتمعات المسحوب منها العينات غير موزعة توزيعا طبيعيا. التباين هنا في المجتمعات بتاع تحليل التباين بيبقى متساوي، انما التباين في المجتمعات بتاع كروسكال واليز غير متساوي. يبقى خد بالك من الفرق الجوهري بينهم، ان زي ما كاتب لك تحت خد بالك في النقطة الاولى يستخدم اختبار كروسكال واليز بدلا من تحليل التباين في اتجاه واحد لو كانت العينات غير موزعة توزيعا طبيعيا. اما كروسكال واليز بيستخدم بدل من تحليل التباين في حالة عدم معرفة اي معلومات عن شكل المجتمعات المسحوب منها العينات. نشوف مع بعض خطوات اختبار كروسكال واليز. الخطوة الاولى بنضع الفروض. الفرض الأصلي لا يوجد اختلاف جوهري بين متوسطات المجتمعات المسحوب منها العينات. الفرض البديل يوجد اختلاف جوهري بين متوسطات المجتمعات. المستوى المعنوية ألفا بتساوي 5% دايما. المقياس الإحصائي اختبار كروسكال واليس. العمليات الحسابية بنكون جدول. بنعمل ايه بقى في الجدول ده؟ بنعمل حاجة لذيذة قوي بيقولك ايه، رتب قيم العينات معا ترتيبا تصاعديا مع الاحتفاظ بوجود كل مفردة في نفس العينة التي تنتمي اليها كما يلي. اوضح لك نمر الف دي لان دي انت لو فهمتها يبقى كده انت فهمت الاختبار كله. انت هيجيلك مثلا في المسألة 3 عينات يعني 3 اعمدة، تروح سعادتك واخدهم من ورقة الاسئلة ونقلهم في ورقة الإجابة بس، وانت بتنقلهم هتفتح جنب كل عمود تاني فاضي، فتكتب قيم العينة الأولى، قيم العينة الأولى وجنبها رتب العينة الأولى، قيم العينة التانية وجنبها رتب العينة التانية، عمود فاضي. بعد كده قيم العينة التالتة والعمود الأخير مكتوب فيه رتب العينة التالتة أو ترتيب العينة التالتة. كلمة رتب هي كلمة ترتيب. طب بعد ما عملت كده هتعمل ايه؟ هتنقل البيانات بتاعة التمرين
تنقل بيانات التلات عينات جوه الجدول، بس تبقى حذر وانت بتنقل، مش هتنقلهم في اول تلات اعمدة. ده انت هتنقل قيم العينة الاولى في اول عمود، وبعدين تسيب التاني فاضي، تنقل قيم العينة التانية في تالت عمود وتسيب الرابع فاضي، تنقل قيم العينة التالتة في خامس عمود وتسيب العمود السادس فاضي. طيب هنعمل ايه بقى في الاعمدة الفاضية دي؟ سهلة قوي. سعادتك بعد ما نقلت القيم تروح تبحث في كل الاعمدة، لانك بتتعامل مع كل العينات كأنهم عينة واحدة، بتبحث في كل الاعمدة عن اصغر رقم. لقيته مثلا موجود في العينة التالتة، يعني في العمود الخامس اصغر رقم موجود، تروح سعادتك كاتب قدامه في العمود الفاضي واحد، تحط رتبته واحد. بعد كده تبحث عن الرقم اللي يليه، مين اللي بعديه على طول؟ اللي اكبر منه بشوية. تروح للرقم اللي اكبر منه بشوية تدور فين هو فين هو، لقيته في العمود الاول. شوف بقى انت اتنقلت من التالت رايح للاول، تروح رايح جنبه وكاتب رتبته 2. بعد كده تدور على الرقم ايه اللي بعدهم اللي اكبر بشوية، تدور هتلاقيه مثلا في العمود التاني، تروح رايح للعمود التاني وكاتب قدام الرقم ده 3. يبقى انت كده بتحط رتب مكان البيانات الاصلية، اكنك بتشيل الرقم الاصلي وتحط مكانه الرتب. طب وبعد كده الخطوة التانية، الخطوة به مكتوبة قدامك اهي، قدامك على الشاشة، ايجاد مجموع رتب كل عينة. تروح سعادتك تجيب مجموع رتب العينة الاولى وتسميه ره واحد، مش مج ره واحد، خد بالك، مش مج، مش مجموع ره واحد، لا انت هتسميه ره واحد. بعد كده تروح تجيب مجموع رتب العينة التانية، دي هتلاقيها في العمود الرابع. بعد ما تجمع تحت تشاور على المجموع كده بسهم وتقول ده ره 2. بعد كده تروح تجيب مجموع رتب العينة التالتة، تروح لآخر عمود في الجدول العمود السادس الأخير، وتجمع الأرقام اللي جواه ويبقى هو ده ره 3 اللي هو مجموع رتب كل عينة. الخطوة رقم جيم، تحديد حجم كل عينة. بتروح سعادتك جوه كل عمود تعد في كم مفردة في العمود الأول، لقيتهم مثلا 6. بعد كده كم مفردة في العمود التالت، أنا بتكلم على العمود الأول والتالت ليه؟ عشان هم دول اللي فيهم القيم الأصلية مش اللي فيهم الرتب. المهم نون واحد معناها عدد مفردات أو حجم كل عينة. بعد كده بتروح تحدد حجم العينة الكلي اللي هو نون، وطبعا ده أنت عارفه من تحليل التباين. كنت بتجيب نون ازاي؟ تقول لي دي بتساوي نون واحد زائد نون اتنين زائد نون تلاتة. طيب الخطوة اللي بعد كده، احنا كده لغاية كده جبنا حجم العينة الكلي، تعال نشوف بقى بعد كده يحصل ايه. تاخد المعلومات اللي معاك دي وتعوض بيها في كاي سكوير المحسوبة. كاي سكوير المحسوبة دي القانون دوت اللي اكتشفه كروس كالواليس عشان يجيب لك كاي سكوير المحسوبة في حالة وجود اكتر من عينة. القانون ده نظامه ايه؟ بيقول لك 12، وال 12 دي ثابتة في القانون، على نون في نون زائد واحد. نون اللي تحت دي يا جماعة اللي هي حجم العينة الكلي. الكلام ده هيتضرب فيه مجموع رتب العمود، مجموع رتب العينة الأولى الكل تربيع على عددها، زائد مجموع رتب العينة التانية الكل تربيع على عددها، بعد كده ره 3 تربيع على عددها، وفي الآخر بقول له ناقص 3 نون زائد واحد. أنا طبعا مش حامل هم إيه القانون، لأن القانون ده بيجي بيتحط ضمن الصيغ الرياضية اللي موجودة، بس المهم التعويض فيه. وعايز انبه عليك، لما يكون في عندك قانون وانت تعوض فيه، تروح تنقل القانون من الورقة المرفقة وتحطه في ورقة الإجابة عندك وتبدأ تعوض تحتيه، يعني تحط يساوي تحت يساوي وتعوض. ما تروحش تحط لي تعويض من غير ما يكون في قانون شايفه قدامي، لازم يبقى في قانون وبعدين اشيل واحط التعويضات. طيب يهمني في التعويضات انك تاخد بالك، انت بتشتغل بحجم العينة الكلي 3 مرات، مرتين في الاول خالص اللي هم تحت جنب علامة يساوي تضرب نون في نون زائد واحد، ومرة في الاخر خالص لما بتضرب 3 في نون زائد واحد. باقي خطوة واحدة بس اللي هي خطوة اتخاذ القرار. سعادتك بتقارن كاي سكوير المحسوبة بكاي سكوير الجدولية المعطاة في ورقة الأسئلة. بدرجات حرية بتساوي عدد العينات ناقص واحد،
عدد العينات اللي لو عندي في المسألة 3 أعمدة، يعني 3 عينات، يبقى هجيب كاي سكوير بدرجات حرية 2. وطبعا انت عارف لما بتحطهم جنب بعض على السطر، لو لقيت المحسوبة أكبر بنرفض الفرض الأصلي، ولو لقيت كاي المحسوبة أقل نقبل الفرض الأصلي. في طريقة تانية إن أنت تقارنهم على الرسم، إنك تعمل منحنى كاي سكوير. المنحنى دوت قمته المدببة دي بتبقى على ايدك الشمال في بدايته، وبعد كده بيلتوي ناحية اليمين، مشدود ناحية اليمين، يعني منحناه ما هوش طبيعي، لان احنا اتفقنا من الاول ان احنا مش هنمشي مع التوزيع الطبيعي. دلوقتي انت بتحط كده تربيع جدولية عشان تفصل منطقة القبول عن منطقة الرفض. منطقة القبول هي المنطقة البيضة، ومنطقة الرفض هي المنطقة المظللة. فصلتهم عن بعض، هتقارن كاي كتربيع او كاي سكوير المحسوبة، هتشوفها تقع في القبول ولا في الرفض، وبناء عليها تقول له القرار. دي قصة الاختبار. ما يميز هذا الاختبار ايه يا شباب؟ اللي بيميز الاختبار دوت انه ما بيشتغلش في فئات وتكرارات، ما بيشتغلش بحاجة اسمها تكرارات زي الاختبارات اللي قبله. كل اللي قبله كان ماشي نظام ايه؟ تكرارات. انما ده بيشتغل بالارقام الخام الاصلية اللي هي ما فيهاش فئات ولا تكرارات، دي ارقام موجودة جوه اعمدة. كمان ما يميزه ان تمرينه شبه كبير جدا جدا مع تمرين تحليل التباين في اتجاه واحد، بس الفرق في العبارة اللي هتتكتب تحت المسألة. لو قال لي تتبع توزيع طبيعي يبقى امشي تحليل تباين، لو قال لي لا تتبع التوزيع الطبيعي يبقى امشي كروس كالوالز. تعالوا نشوف مع بعض مسألة علشان نطبق الكلام اللي احنا قلناه في الخطوات دي. تمرين: سحبت 3 عينات عشوائية من فواتير المبيعات الخاصة ب3 شركات ب3 شركات تجارية. العينة الأولى حجمها 6 فواتير، العينة الثانية حجمها العينة الأولى حجمها 6 فواتير من الشركة ألف، والعينة الثانية حجمها 6 فواتير من الشركة ب. باين هو حتى في الجدول إن العينة الأولى 6 والثانية 6، والعينة الثالثة من الشركة ج حجمها 8 فواتير، ورصد متوسط مبيعاتهم بال1000 جنيه. والجدول الآتي يوضح متوسط مبيعات الشركات في الشركات الثلاثة، متوسط المبيعات في الشركات الثلاثة. المطلوب معرفة ما إذا كان هناك اختلاف جوهري في متوسط مبيعات الشركات الثلاثة أم لا، بمستوى معنوية ألفا بتساوي 5%، وذلك بفرض أن المجتمعات المسحوب منها العينات غير موزعة توزيعا طبيعيا. أنا حاطط خط تحت غير موزعة توزيعا طبيعيا، عشان كده بوجهك في اتجاه معين في هذا الاختبار. وبعدين بقول لك إذا علمت أن كاي سكوير الجدولية بدرجات حرية 2 بتساوي 5.99%، دي قيمة بتبقى معطاة للطالب تحت المسألة. تعال ننفذ خطوات الاختبار، هتلاقيه اختبار لذيذ جدا وسهل جدا. دلوقتي في بداية الحل بتقول له أنا بقارن متوسط أكتر من عينتين والعينات غير موزعة طبيعيا، يبقى أنا هعمل كروتكال ويلز. دي في الأول بتطلع بياناتك ن1 بـ6، ن2 بـ6، ن3 بـ8، تجمعهم يبقى ن بتساوي 6 + 6 + 8، يطلع حجم العينة الكلي 20، أو مجموع أحجام العينات 20. بنبدأ نحط الفروض. الفرض الأصلي: لا يوجد اختلاف جوهري بين المتوسطات الثلاثة. الفرض البديل: يوجد اختلاف جوهري بين المتوسطات الثلاثة. مستوى المعنوية ألفا 5% دايما. المقياس الإحصائي: اختبار كاي سكوير، اختبار كاي سكوير لكروسكال واليز، أو ممكن تقول له اختبار كروسكال واليز على طول. الخطوة رقم 5: العمليات الحسابية. الخطوة رقم ألف: إيجاد ترتيب جميع قيم العينات معا ترتيبا تصاعديا. سعادتك كان عندك 3 شركات، فهتفتح 6 أعمدة. ادي قيم العينة الاولى وجنبها رتب العينة الاولى، قيم العينة التانية رتب العينة التانية، قيم العينة التالتة رتب العينة التالتة. تعال بقى ندور في وسط القيم دي كلها فين اصغر قيم. انا كده بكلمك على اعتبار ان الجدول فيه 3 اعمدة مليانة و3 اعمدة فاضية، بس طبعا كمان الجدول متصور قدامك كده على طول، فطبعا انت مش واخد بالك من حتة ايه، ان انا بتكلم على اعمدة فاضية اللي هي العمود التاني فاضي والرابع فاضي والسادس فاضي. 2 4 6 دول لو انت بتحل وفضيتهم وتبدأ تحط رتب من جديد، هتبقى العملية كده وضحت ان انت بترتب كل الجدول معا كأنه عينة واحدة. بمعنى
هتدور على اصغر حاجة في كل دول هتلاقيها 63 اللي هي موجودة اول رقم في الجدول، تروح كاتب جنبها رتبة واحد. بعد كده تبحث عن اللي يليها في كل الأعمدة، مين اللي بعد 63؟ هلاقي 65 موجودة في آخر عمود، في العمود اللي قبل الأخير، أروح كاتب قدامها الرتبة 2. بعد كده أدور مين اللي بعد 65، هي فين اللي بعد 65؟ أبص ألاقيها 68، ودي موجودة في العمود الوسطاني في العينة التانية 68، أروح كاتب عندها 3. بعد 68 الرقم اللي بعدها على طول 70، أديله الرتبة 4. واتنك على هذا الحال لغاية ما تخلص العشرين مفردة، هيطلع ترتيبهم من 1 لـ20. بص كده، من 1 لـ20 أصغر رتبة 1 وأكبر رتبة 20، الرتبة 20 دي موجودة في العمود الرابع. يبقى أنا كده رتبت العشرين مفردة اللي هم 6 و6 و8. بعد كده بتروح سعادتك تجمع رتب العينة الأولى وتسميها ريه 1، طلع ب40، رتب العينة التانية ريه 2 طلعت 67، رتب العينة التالتة ريه 3 طلعت ب103. اخد بعضي وعوض في كاي سكوير المحسوبة، دي بتساوي 12 على نون في نون زائد 1، الكلام ده مضروب في قوس، ريه 1 تربيع على نون 1، ريه 2 تربيع على نون 2، ريه 3 تربيع على نون 3، وفي الاخر بطرح 3 في نون زائد 1. تعال نعوض، هتحط يساوي تحت يساوي بالظبط وتشد شرط الكسر وتقول 12 دي ثابتة على نون في نون زائد 1 يبقى 20 في 20 زائد 1. افتح قوس، ر 1 تربيع يبقى 40 تربيع على نون 1 اللي هو 6، بعد كده زائد 67 تربيع على 6، بعد كده زائد 103 تربيع على 8، وفي الاخر اطرح 3 في بين قوسين 20 زائد 1. ركز في التعويض، ليه في التعويض؟ اصل القانون هيبقى معطى، بس نركز في التعويض جواه. هدخل الحاجات دي كلها على الآلة الحاسبة، اطلع كاي المحسوبة، كاي سكوير المحسوبة، طلعت 3.88%. الخطوة بقى اللي جاية ان انت تشوف ال 3.88 دي تقع في منطقة القبول ولا في الرفض، وممكن ما تعملش رسمة وتقارن على السطر، تعمل مقارنة بين المحسوبة والجدولية على السطر مش لازم على الرسمة. تعالى كده نشوف، احنا هنا عملنا منحنى كاي سكوير اللي هو زي ما قلت لك ملتوي ناحية اليمين، وقلنا كاي سكوير الجدولية اللي احنا عايزينها بدرجات حرية بتساوي عدد العينات ناقص 1، دي هتبقى 2 لان عدد العينات كانوا 3 شركات، شيل منهم 1 يبقى بكشف عند كاي سكوير بدرجات حرية 2، طلعت 5.99. ال 5.99 دي اللي هي الجدولية، هي اللي بتفصل منطقة القبول عن منطقة الرفض. بعد ما فصلت القبول عن الرفض، القبول هي المنطقة البيضاء والرفض هي المنطقة المظللة، أدور على القيمة المحسوبة أشوفها تقع في أنه مكان. طبعا المحورين لما بيتقابلوا عند الصفر، تقاطع المحور السيني مع الصادي، فلما بكمل بعد الصفر 1 2 3 موجب، فال 3.88 ال 3.88% هتلاقيها تقع في منطقة القبول لأن هي جت قبل ال 5.99. طالما وقعت في القبول يبقى إذا نقبل الفرد الأصلي، وبالتالي لما نقبله يبقى كده مفيش اختلاف جوهري بين متوسطات العينات التلاتة. وبكده يبقى خلصت المسألة الأولى على كروسكال واليس. طب تعالى نشوف مسألة تانية فيها فكرة، بيقول لي لدراسة معدلات الأخطاء في الحسابات الختامية لتلات أنواع من الشركات ألف ب ج سحبت تلات عينات عشوائية، الأولى من شركات النوع الأول حجمها 6 شركات، التانية من النوع التاني حجمها 6 شركات، والعينة التالتة حجمها 8 شركات من شركات النوع التالت، ورصدت متوسطات الأخطاء ثم رتبت. هنا بقى الكلام، الدباجة اللي فوق دي ممكن واحد مستعجل ويتجاهلها، لا ناخد بالنا من كلمة رتبت دي، معناها إن الأرقام المعطاة هتكون في شكل رتب، يعني معناها انه وفر عليك ان انت تحط لها رتب، ففي الحالة ده هي بتشتغل على طول وما بتحتاجش تفتح 6 أعمدة. طالما قال لك رتبت يبقى ده كروسكال ويلس على طول. والجدول الاتي يوضح ترتيب، اهو ده برضك كلمة تانية بيأكد لك ترتيب متوسط الاخطاء في الشركات التلاتة، ادي الجدول اهو وادي الرتب جواه.
المطلوب معرفة ما إذا كان هناك اختلاف جوهري في متوسط الأخطاء في الشركات الثلاثة أم لا بمستوى معنوية 5%، وذلك بفرض أن المجتمعات المسحوب منها العينات غير موزعة توزيعا طبيعيا. هنا أنا ما كنتش محتاج أكتب لك إن المجتمعات غير موزعة طبيعيا. ليه مش محتاج أكتب كلمة زي دي؟ لأن المسألة نفسها فرضت نفسها بنفسها، فرضت إن دي رتب، فمفيش مانع إن أنا أتجاهل الجملة اللي في الآخر، ولكن زيادة في التأكيد والزيادة في إن ده اختبار كروس كالوايز بنقول إن المجتمعات المسحوب منها العينات موزعة طبيعيا. تعال نشوف بقى الحل، مش هنحتاج بقى 6 أعمدة زي ما كنا عملنا في المسألة اللي قبلها. لاحظ في المثال ده إنه أعطى الترتيب جاهز، ولذلك لن نقوم بعمله، وسيتم استكمال خطوات الحل كما هي دون عمل الترتيب. يعني الخطوة بتاعت الترتيب دي هتتشال، هنشيلها من الخطوة 5 زي ما هنشوف. بنحط الفروض بتاعتنا العادي جدا، الفرض الأصلي لا يوجد اختلاف جوهري بين متوسط المجتمعات الثلاثة، لا يوجد اختلاف جوهري بين متوسط يوجد اختلاف جوهري بين متوسط المجتمعات الثلاثة، الألفا بتبقى ب5% دايما. المقياس الإحصائي اختبار كروس كالواليز، أو تقول له كاي سكوير لكروس كالواليز. العمليات الحسابية هنا دخلت على جدول فيه 3 أعمدة، مجرد بس إن أنا أجمع العمود الأول وأجمع التاني وأجمع التالت، مش محتاج إن أنا أحط رتب. ليه؟ لأن البيانات دي عبارة عن رتب. يبقى ريه 41، ريه 2 67، ريه 3 103. ناخد بعض ونروح نجيب النون ونعوض في كاي سكوير. تعال كده بص، ايجاد كاي سكوير المحسوبة، حطينا القانون وبدأنا نعوض. ادي سعادتك القانون وادي التعويض فيه. هي على فكرة المسألة دي اللي يركز هي نفس المسألة اللي احنا لسه حلينها من شوية، بس اللي احنا حلينا من شوية عملنا لها الرتب، انما دي رتب معطاة جاهزة. وبعد كده ادي الرسمة وادي القيمة المحسوبة وقعت في منطقة القبول، وبالتالي هنقبل الفرض الأصلي. طيب دي فكرة حبيت أوصلها لك. طيب ممكن يجي أفكار تانية غير كده، أقول لك والله، أقول لك على فكرة ممكن تيجي إن أنا أجي أقول لك إيه، إن الـ3 عينات جمعنا بيانات عنهم وتم عمل الترتيب التصاعدي لهم، يعني عملنا الرتب كمان، فكان مجموع رتب العينات 40 67 103. يبقى انا كده وفرت عليك تسطير جدول من اساسه، انا اديتك مجموع رتب كل عينة، يعني اديتك الـ1 والـ2 والـ3. يبقى سعادتك هتعمل الخطوات بتاعتك عادي، فرض اصلي فرض بديل مستوى معنوية مقياس احصائي، وتيجي عند العمليات الحسابية هتخش على القانون على طول. ليه؟ عشان الريهات معاك. واضح الفكرة اللي أنا قلتها دي؟ وديت هتشوفها في بنك الأسئلة. أعتقد إن المسألة دي منها أخت اللي فاتت، فالدنيا إيه؟ وضحت فيها شوية. وبكده يبقى خدنا فكرة عن الأفكار بتاع كروسكال واليز. في بقى عندك مسائل هتدرب إيديك فيها في الموضوع دوت لغاية ما إيه؟ ما بنك الأسئلة يتبعت لك. المسألتين دول واحدة منهم في شكل بيانات خام وانت اللي هتعملها رتب، والتانية معطاة في شكل رتب، والتانية معطاة في شكل رتب، وتحت كل مسألة الحل النهائي بتاعها. وبكده يبقى وصلنا لختام الكلام عن اختبارات اللامعلمية. حاولت بقدر الامكان اخفف، حاولت بقدر الامكان ابسط، علشان الدنيا يعني نقدر نسيطر ونقدر نفهم المادة كويس. احنا ان شاء الله متواصلين مع بعض على الجروب، لو في اي مثلا اشكالية في اي صفحة وانت بتسمع الفيديو او انت بتقرأ الكلام ده بنتواصل مع بعض. في اي مسألة حلتها والاجابة النهائية مختلف عن اللي انت وصلت له برضك بنتواصل مع بعض. بتمنى ليكم التوفيق دائما، بتمنى ليكم
اجتياز المادة ديت بتفوق هي وغيرها، وان تعدي السنة دي على خير جميعا واحنا كلنا في امان وسلام. تحياتي وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.